صار ما بيحاولش حاجة خفيفة. كله مع فطور مثلا العصير الحريرة والشبكية طيب فطور صفوف تكون عادي هاي مورا ما عندك حتاج تدير دورة 16 العشاء ماكلة يعني مورا السعر السعر شحال من وجبات تاكل في شهر رمضان؟ خلاص هي كانت حاجة خفيفة في الصالة دابا اذا راه ولاو ثلاثه ما بقاوش جوج لا راه يجوج علاش ثلاثه؟ شي حاجه خفيفه هذيك بحال يدي سيد العشاء ولا خفيفه شحال من وجبه كتاكل في شهر رمضان؟ الفطور والسحور لا علاش؟ باش مثلا ندير واحد الناس براسي باش نكون خفيف باش نصلي باش لان رمضان شهر العباده ماشي شهر خفيف انا الا كليت بزاف الا كليت بزاف ما نقدرش نصلي شحال من وجبه كتاكل في رمضان وجبات اللي هما فطور وجبه الصباح اها وفسر لينا علاش لان كتقول الا كنت مقتنع بان راك واصل لواحد الحد ديال يعني واكل ما تحتاجش تزيد من فوق الطاقه ديالك ان الطاقه ديال المعده خصك تكثر عليها الا كان وجبه الفطور متوازنه تحتاج للعشاء وجبه العشاء كيسموا العشاء او ولكن الا كان وجبه الفطور ناقصه شويه تعود الانسان في العشاء عاود ملي كيجي وقت السحور كياخذ واحد الوجبه خفيفه جدا كتاكل كاملين وجبات مشبعة فطور كتاكل مزيان لا واش شوية 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 شنو شحال من وجبة كتاكل في شهر رمضان؟ كنا كنستعملو وجبة ديال الفطور كنفطرو كاملين جمع عشا وكناكل وجبة ديال السحور كنا كنعملنا كل واحد على حسب الطاقة ديالو إذا مديتك بزاف مقدرش نستعملو كنا كنجبدو وجبات شحال من وجبة كتاكل في شهر رمضان؟ كنقسمو تقريبا ثلاثة عندي إذا عندي الأولى الحريرة والشباكية وديك الشيء من بعد كنمشي للاصل قهوة كحلة وملي كنخرج من الاصل عاوتاني ديك الوجبة الثانية والوجبة الثالثة تصحى صافي. أييه وكتاكل غير داك الشيء خفيف ولا وجبات؟ شوية على حساب البروتينات والكهرباء على حساب شحال كتاكل في شهر؟ كنقسم تقريبا ثلاثة الوجبات الوجبة الأولى كتفطر كنفطر الوجبة الثانية كنعدلو شي حاجة خفيفة بحال هكذا موراها السحور